مين أمورة دي؟ دي بنت أختي. أمورة. إيش بوسة كده؟ لا بس احلى حاجة اللي صوت واحد طلع. لما درسنا صحافة تعلمنا ان احنا ما نبقاش جزء من الحدث، المفروض ان احنا ننقل الحدث مش ان احنا نبقى الحدث. ولكن للأسف اللي حصل معايا ان انا بقيت الحدث وما نقلتش الحدث، ودي حاجة مزعلاني طبعا. انا مش اول صحفي تم اعتقاله ولا اخر واحد، يعني كل الاساس، يعني الاساتذه صحفيين كبار كلهم اعتقلوا وخرجوا وكملوا مشوارهم، يعني ان شاء الله برضو على نفس الدرب يعني. تمام. انا اصلا النهارده اتولدت من جديد، تو اللي انا حسيت ان انا مخي خلاص، يعني بقيت مش عايلة هم. كنت دائما افكر وما بنامش الليل، وكل شويه اقول اه محمود جاي، اه محمود النهارده جاي، بكره جاي. فالواحد النهارده حاسس كانه اتولد من جديد.